جزاكم الله خيرا. هل يجوز لنا أكل لحم الحصان؟ نعم. هل يجوز لنا أكل لحم الحصان؟ هكذا تسأل. نعم. وأما لحم الحصان فهذا محل خلاف بين العلماء. طيب. في لحوم الخيل هل تحل أو لا تحل؟ طيب. والذي عليه الدليل أنها حلال، بدليل حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم.